العاشرة وسبع وثلاثون دقيقة، أنتم الآن بصدد الاستماع إلى برنامجكم الأسبوعي أطفال الحياة على موجات إذاعة الحياة فم بالقيروان وعبر المشترك على موجات إذاعة بلاتينا فم بتونس الكبرى، وبإمكانكم متابعتنا على رابط البث المباشر الحياة فم ونت. وكما نعلم أن المؤسسة التربوية لها دور هام وكبير جدا في إبراز ذوات منتسبيها أو بالأحرى تلاميذها وصقل مواهبهم، لذلك معنا اليوم أعضاء راديو إيريس بمعهد السبيخة تأطير الأستاذ مكرم صولة. مرحبا بكم جميعا. مرحبا، شكرا. تفضل الأستاذ، قدم نفسك للمستمعين. مكرم صولة، أستاذ تعليم ثانوي اختصاص فرنسية بمعهد السبيخة. تشرفت بك أستاذنا الفاضل. تفضلي مروة، قدمي نفسك للمستمعين. مرحبا بكم مستمعي راديو حياة اف ام، مروة حداد، نقرأ في معهد السبيخة، نشط في إذاعة إيريس بمعهد السبيخة. ممتاز جدا، تفضلي كلثوم، قدمي نفسك. عسلامة قبل كل شيء، صباح النور ليك وصباح النور لكامل مستمعي حياة اف ام. كلثوم الساكت من السبيخة، نقرأ تروازيام اني لاتر ليسي السبيخة، أنيماتريس راديو إيريس. شكرا لك، تفضل. أمان الله. تحية لكل مستمعي حياة اف ام، تحية لكل فريق راديو إيريس. أمان الله منصور، تلميذ ثالثة أداب بالمعهد الثانوي بسبيخة، أكتب الشعر وأنشط معهم في راديو إيريس. ممتاز جدا أستاذ، أعتقد أنك فخور اليوم بتلاميذك الذين أتوا محملين بالعديد من المجالات الإبداعية مثل الخاطرة والشعر إلى آخره والتنشيط طبعًا. الإذاعي أيضا طبعًا. تفضل أستاذ، الكلمة لك. هما تلامذتي يقرأوا عندي تروازيام لاتر، كل مرة معناها التلميذ نكتشف فيه حاجة. اكتشفت أمان قال لي راني نكتب الشعر، وعطاني الكراسة وروحت بها للدار وقريت وقال يكتب الشعر. جيت نشوف في كلثوم ومروة كيف كيف، نلقى مروة تكتب الخواطر وكلثوم تنشط، معناها مغرومة بالتنشيط الإذاعي كل شيء. جاتنا الفكرة، معناها حكينا مع الأستاذ حسين ناصر مدير المعهد، تحية له وتحية ليه، وحكينا له معناها البروجي نتاعنا. قالنا فازي ما فماش حتى مشكل، معناها حبيت يراوحوا بين القراية وبين النوادي هكاو. بدينا معناها بحاجات بسيطة بالصدفة، معناها نتقابلوا احنا وحدث اللي هو يوم عملناها يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني هكاك، القيم القضية الفلسطينية في المعاهد وقتها هكاو، بداوا ينقلوا فهمتني. بعد كيف كيف بعد نهارين ثلاثة جانا اليوم الملتقى المغاربي للأدب بالسبيخة في دار الثقافة هكاو، وانطلقنا معناها. ولا كل واحد عنده طاش في عملنا كالراديو فهمتني، وان شاء الله من حسن الى احسن بابسط معناها الامكانيات وان شاء الله من حسن الى احسن وربي يوفقهم. واحنا شنو التلميذ من يقرا من الصباح لليل، معناها من الاثنين للسبت، دونك يلزموا شويه وقت باش يرفه على نفسه، باش ما يصير له شكل الضغط الدراسي فهمتني. تاعك ربي يوفقهم إن شاء الله، وهم أهل لكل نجاح حقيقة، هذه الوجوه الشابة المفعمة بالإبداع، هذا ما يسعني قوله. تفضلي مروة، نستمع إليك في الخاطرة، حدثينا عن بدايتك مع الخاطرة. بدايتي كنت في الخاطرة، أول حاجة كنت مليا صغيرة نحب الحاجة هذه ونحب نكتب، وكنت معناها ديما كتاباتي خليهم للروحي، وكنتش يعني لا أفتح بهم للغير، كنت ديما خليهم للروحي نكتب، لين معناها كتبت قصوصة صغيرة وريتها لبابا، وهو نرجه له تحية كبيرة، هو كان تحية له المساند متاعي، معناها أول مساند ليا، معناها لقاها حاجة تفاجأ بالكتابات متاعي، قال معناها قدمي في برشا في، لكن انا رفضت خاطر حبيت، قلت مش خوف ولا حاجه، ما حبيت الحاجه اللي نكتبها تبقى لي انا حاجه، حبيت نستفيد منها انا اكثر، حبيت وبشويه بشويه لين معناها لقيت روحي كنت نجم نشارك في عديد معناها عديد الانشطه، عديد يعني نجم نقدم برشا اضافات للروحي ونجم نعاون روحي في برشا حاجات بالحاجه هذه وبدات حكايتي من اللي عرفني امام الله صديقي وزميلي
تعرفت عليه في عندي عامل تاني توا من تعرفت عليه، قال لي يعني علاش ما تعمليش وعلاش ما تنشطيش وعلاش وعلاش. قلت له راهي مش لا رهبة ولا خوف، راهي الحاجة اللي نحب نعملها يعني نحب نخليها للروحي. قال لي خلينا نجربه في الحاجة هذه. قلت ميسالش، أصلا أنا معاهم جديدة يعني، هما أقدم مني في الحاجة هذه ومعاونوني برشا، معناها مع الشكر للأستاذ مكرم عاونوني برشا في الحاجة هذه وكها، ومعناها هذا الدومين اللي مشيت فيه وكنت يعني. حقيقة يا مروة قد راقتني جزئية كبيرة من كلامك أن أصدقائك هم كانوا سندا لك في الإفصاح عن إبداعك. نعم كانوا معناها هما يعني يقووني وزادوا فيا، يعطوني الثقة في روحي باش نبدع باش نقدم معناها حاجة أفضل، الحاجة اللي نستفيد بها نجم نفيد بها غيري وإلى غيري في الحاجات هذوك. شكرا لك، كم أنتم محظوظون بصديقة مثل مروة حقيقة، يعني هي تعترف بفضلكم الكبير عليها وهذا ما نسعى إليه حقيقة. مروة هل لك أن تقدمي لنا خاطرة كتبتها من أنا في انتظارك؟ خاطرة باسم أفق يا قلب. أين العزيمة والتفاؤل؟ أين الحماس وأين الأمل؟ أين نحن من نبض الوجود وصمت الأمم؟ وأين نحن من كل نجوم العالم حيث يبرز الكون منيرا بغزة سلاما لقدس العروبة؟ ها نحن قد شهدنا بشرف العروبة وقسم الحياة، غزة قلب الفدا ولحن الخلود. إن قلبي لنابض بغزة خير نبذ، وإنها لبريق الدام. أترى إخواننا في غزة لا هدهم صاروخ ولا زعزعتهم قنابل، برغم دمار معاميرهم وفقدان آلاف من أهاليهم، إلا أنهم صامدون حامدون على كل ابتلاء عظيم. إن البدر مرشد لكل من أعمى قلبه الظلام وقيد عقله اليأس، جميل يدوي مشرقا في كل مكان. هذه هي قدسنا ونور لقلوبنا. أفيق يا عرب، أفيق يا حكماء، إنها قضية المسلمين، إنها قضية آلاف المؤمنين. بيوتكم في أعالي القمم وبيوتهم تحت الأقدام تدفن، أبناؤكم في الأحضان أما أبناؤهم تحت الجدران. ما العيب في الدفاع عن نصل من أنصال الحياة وشرفا لقوة أمة محمد؟ أين وجدت القبلة الأولى؟ أين زارها الرسل وقاتل العرب؟ انهضوا وقاوموا، إنها فلسطيننا وبيتنا الثاني، إنها غزتنا حيث يرن الحلم. فجميلة هي في عصر عريق، وألف تحية من قلب العريق النابض. ما شاء الله ما شاء الله، حقيقة يعجز لساني عن وصف إبداعك. ما أجمل أن نرى شبابنا اليوم يتبنون القضية الأم، هذا ما يسعني قوله بصدر رحب. شكرا لك يا مروة. لننتقل لمبدعاتنا الثانية ألا وهي كلثوم. حدثيني يعني عن رغبتك الشديدة وحبك الشديد للتنشيط الإذاعي، تفضلي. قبل كل شيء مغرومة برشا بالتنشيط الإذاعي لنا صغيرة، ونحب برشا الراديو، نسمع برشا، نعطي وذني ياسر البرامج ونسمع برشا الراديو، يعجبني برشا. دونك كنت نتخيل روحي نكون هكا انيماتريس وعندي برنامج وعندي فقرات وكل ونشط وكل شيء. دونك بدايتي كانت في دار شباب سبيخة، نوجه لهم تحية كبيرة برشا. تحية لهم. اي ما كنتش نعرف اللي في دور الشباب فما دي راديو ويب وفما دي راديو يعطوك معناها فرصة باش تنجم تعبر على ذاتك وتنجم تعبر على موهبتك وتخرج بربش روحك من داخل وتخرج الحاجات اللي من داخل اللي عندك. دونك البدايات كانت غادي، بعد كيش جات الفكرة أمين ومروة باش نعملوا إذاعة داخلية في معهد السبيخة، وبالاستشارة من سي مكرم وجه له تحية اللي قام بتأطيرنا معناها كتلامذة، وحابين ننشطوا ونعملوا إذاعة داخلية وهكا يعني نحركوا شوية في الليسي. دونك هكا مشينا للتلامذة الكل، شفنا اللي كل واحد عنده مواهب، خاطر معناها الليسي أكيد باش تلقى شكون عنده موهبة في التنشيط الإذاعي، فما في المونتاج، فما كل واحد في التصوير، كل واحد عنده موهبته. دونك لمينا بعضنا كجروب وقررنا باش ننطلقوا في إذاعة داخلية، وبدات تخدم ديجا عندها مدة تو. خدمنا كيما بكري حكوا على الملتقى اللي صار، الملتقى المغاربي في دار الثقافة. كل مرة نواكبوا هكا، نخرجوا في مواكبة الحاجة الحدث يصير غادي في المنطقة في السبيخة.
دونك التنشيط الاذاعي حاجه في الدم من الصغرى وديما، وان شاء الله معناها ان شاء الله نهار هكا نكون انيماتريس معناها ناجحه وكل شيء ان شاء الله. وانت اهل لذلك يا كلثوم. ارى نسمعوها معناها في تقديم فقره رأى. ان شاء الله ان شاء الله برنامج وعندي فقرات والكل. ان شاء الله ان شاء الله وانت اهل لذلك. اتمنى ان اراك يوما ما كما نقول منشطه وبالاحرى مذيعه بارعه ان شاء الله. لننتقل الى موهبتنا الثانيه والا هي امان الله في الشعر. تفضل امان الله. امان الله منصوري، في الحقيقه عندما بدات كتابه الشعر كان تحدي في ايام الاعداديه ملصق لدار الشباب سبيخة تعلن عن المسابقة نتاع الشعر. في الحقيقة لم أكن كنت أطالع بعض الكتب، لم أشارك من قبل، لم أكتب أول مرة سأكتب فيها. جاني التحدي من عند الرفاق، من عند أصحابي، فقررت أني نكتب، عزمت العزم على أني نكتب قصيدة. ومن وقتها كتبت القصيدة وتغرمت بالشعر وبالمطالعة وبالنوادي من راديو المسرح موسيقى، تتعدد الأنشطة والمشاركات، حتى شاركنا واسسنا النادي باشراف سي مكرم في المعهد الثانوي بسبيخه راديو ايريس. وعندي لكم اليوم قصيدتين، قصيده على القيروان وقصيده على الوطن. تفضل. حذاري هي قصيده موجهه للدفاع عن الوطن من بعض افواه الاخرين. قل عني ما شئت ولكن حذاري ان تهين دياري، اياك ان تعكر صفو مزاجي، فقلبي يستحق ان يغضب، فهي بلادي حيث تنشا القلوب القادحه وتلمع النجوم وينشد الأطفال ويبتسم الشيوخ، هناك الأم الحنون والأب الجسور، فأين المفر؟ احذر أن تهاجم بلسانك أرض الوطن وتهين هويتي وتنتقد منشئي. ما شاء الله. القيروان. أشرقت وقلبي يرسم في عقلي صورة الحب والعشق والبديع الساحر، يرسم على وجه الوجوه من حولي، وتزداد غيرتي على حبيبة الشعب تونس من يعشقها الجميع، إنها قريتي ومدينة القيروان، من تبكي وتستغيث من أبنائها وإخواتها وأزهار الربيع وطيور اليمام وفرشات الجبل، تشهد يوما وأيام الدموع، وجميلتنا القيروان تشهد بطولة أشاوسها وغيرة أحبائها على التراب، هذه الوحدة، هذه العاصمة يتسلل منها الأمل أفواها وجيوشا ذات عزم باق طول الليل ومدى السنين والأيام المنتظرة. شكرا. ما شاء الله، حقيقة هذه الكلمات يعني لقد ألهمتني وأسعفتني وهزت كياني حقيقة. لا أخفيك، أرى أنك مبدع بأتم معنى الكلمة، وجميعكم مبدعون، وتأطير أستاذكم هو الذي يزيد من إبداعكم حسب رأيي ووجهة نظري. أرى أتنبأ لكم بمستقبل زاهر جميعا، فالمبدع له شأن كبير في مجتمعنا اليوم. كلمة الختام تفضل أستاذنا الفاضل. نحب نتوجه بالشكر لتلامذتي ساعة اللي معناها مشاو معايا في الطريقة ذي وربي يوفقهم. نحب نتوجه بالشكر لمدير المعهد السيد حسين الناصر اللي وفر لنا اللي يقدر عليه، نقولوا بارك الله فيك. نحب نتوجه بالشكر لزملائي في المعهد والمدير قبل معناها سي محمد الهادي همادي في معهد محمود المسعدي سبيخة، ونحب نهني صغاري خذوا معنا بنتي تقرا في البيلوت بلقيس نقولها واصل، وولدي كيف كيف محمد سليمان، وتحيه شكر زاد لزوجتي وكهو زملائي الكل اصدقائي، وبارك الله فيكم وبارك الله فيه سي عبد المجيد فرحات اللي كنت في تواصل معاه معناها واتحنى الفرصه هذه، وان شاء الله من حسن الى احسن. وبالله كلمه الكلام ذا صحيح راك تقرا، وبالاخص الاولياء راهو عاملين ضغط كبير ياسر على صغارهم. انا شفت مشهد البارح بالحق ما انا حز في نفسي، خليه يقرا وخليه يلعب، تو تشوف كيفاش يكون شخصيته، تو تشوف كيفاش يتموقع في المجتمع، في المجتمع معناها ما تضغطوش ياسر على صغاركم، وربي يوفقهم وربي يوفقكم، وان شاء الله تونس بخير ان شاء الله. شكرا لك استاذ معك. تحيه لهم جميعا. تفضلي مروه كلمه الختام. شكرا لكم راديو حياة اف ام على الاستضافة هذه، ونشكر استاذنا العزيز سي مكرم سولاخ واصدقائي معناها كلثوم وامين، خاطر هما الاول اول اشخاص اللي وثقوا فيا واللي وثقوا في قدراتي. معناها نعاود لهم الف تحية لكم وميرسي على على معناها دعمكم ليا، و وإن
نشكر بابا ونشكر عائلتي الكل والتلاميذ مع كافة معنا تلاميذ المعهد السبيخة ومدير المعهد اللي وفرنا معناها اللي يقدر عليه من ماتريال باش القاعة اللي معناها اللي باش نقدموا فيها ننشطوا فيها ونقدموا فيها إذاعاتنا شكرا لك مروة تحية لهم جميعا تفضلي كلثوم سي ميرسي بوكو على الانفيتاسيون يعطيكم الصحة ونحب نقدم تحية خاصة لسي مكرم على الفرصة هذه خاطر الدنيا فرص معناها دونك لازمك تستغل الفرص وتجي وتلوج على ذاتك في الموجودة وكلمة للشباب بالحق امشي مارس الهواية اللي تحبها امشي مارس الحاجة اللي تحبها لوج على روحك وين انت وين تنجم تلقى روحك خاطر راهو حاجة تنمي لك ذاتك حاجة معناها تقوي لك شخصيتك اليوم تنجم تمارس هوايتك تنجم العلاقات معناها تنجم تبني علاقات جديدة تنجم تعرف على انتوراج انت ما تعرفوش دونك فازي ما الفرص راهي موجودة في الحياة ويزمك انت هكا تغتنب الفرص وتلوج على روحك انت وين في المجال اللي انت تحب عليه دونك تحيه كبيره برشا للمعهد اللي نقرا فيه معهد السبيخه تحيه كبيره برشا لعائلتي خاطر العائله هي السند راهو دونك العائله كي تشجعك وامشي ولوج على روحك وين وكل دونك تحيه كبيره برشا لبابا وماما واخواتي وكل ميرسي بوكو تحيه لهم جميعا اشكرك جزيل الشكر على هذه العبارات التحفيزيه للشباب شكرا لك يا كلثوم تفضل امن الله كلمه الختام الشكر لكم على هذه الاستضافة على هذه الدعوة والشكر لأستاذنا العزيز مكرم رسولة ومدير معهد الثانوي بسبيخة وكل الرفاق والتلاميذ في راديو إيريس بالمعهد الثانوي بسبيخة ونشكر عائلتي والناس الكل والناس اللي شجعتنا من اللي بدينا النشاط متاعنا وبدينا النادي هذا شكرا لكم شكرا لكم جميعا شكرا لكم على قبول الدعوة كنتم الآن مع مبدعين من معهد سبيخة ومع أستاذهم المؤطر الأستاذ